باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في آية من مزمور بتقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. انتظارا انتظرت الرب. الآية من مزمور 40 ناخدها كده أول 3 آيات بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك. جب الهلاك هو الجحيم، بيستخدم كتير في المزامير اللفظ ده. يعني أنا كنت الطبيعي أهلك، ربنا انتشلني كده وقال لي لا مش عاوزك تهلك. من طين الحمأة، طين الحمأة اللي هي الطين الملوث بالزبالة اللي كان يتمرخ فيه الخنازير، رمز دايما لحياة الشر. يعني ربنا شلني شيل كده عشان ما افضلش في القذارة دي. وأقام على صخرة رجلي أو رجلي، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. أنا عاوز أركز في أول 3 كلمات انتظارا انتظرت الرب. ليه؟ قعدت أفكر كده، إحنا بنستنى إيه؟ أغلبنا بنستنى من نفسنا أو من الناس أو من الدنيا والظروف. أغلب الناس عايشة في حالة انتظار، انتظار حاجة معينة، إما من نفسك أو من اللي حواليك أو من الدنيا والظروف. وغالبا ده السبب إن إحنا دايما في حالة إيه؟ إحباط ويأس ونكد وحزن، لأنه لا نفسك ولا الناس ولا الظروف بتعمل اللي انت متمنيه. لكن الوحيد اللي يفلح في الموضوع هو اللي يقول انتظارا انتظرت الرب. اول واحد هو اللي بينتظر من نفسه كتير، ودي انا ملاحظها في ناس كتير واحيانا ملاحظها في نفسي في ضعفي، ان الواحد بيبقى عنده كلمة كده في دماغه بتقول المفروض، المفروض ان انا ككاهن اعمل كذا وكذا، المفروض انت كخادم تعمل كذا وكذا. بعدين تلاقي نفسك مش قادر على المفروض، مش عارف تعمله، او ارادتك ضعيف، او حاولت كتير وخبت. فيحصل ايه بقى؟ يحصل نوع من الاحباط من النفس، مفيش فايدة، ما بتغيرش، بزق نفسي ما بتزقش. كلنا منتظرين من نفسنا ان احنا نمشي صح، انتظار البر او انتظار التقوى. عمالين نسمع في وعظات، عمالين نجاهد ونخدم، مفروض بقى نتعدل بقى، مفروض ما نغلطش، انما ما فيش يوم بيعدي ما بنغلطش. تروح تعترف، مفروض خلاص بقى تبطل الادانه، تبطل عصبيه، ترجع تدين تاني. انتظارا انتظرت نفسي فحزنت، لكن انتظارا انتظرت الرب مال الي وسمع صراخ. فاهمين الفرق؟ ساعات الواحد يبقى رجاؤه في نفسه، توقعاته من نفسه، انتظاره نفسه، أنا هتغير. لا مش هتتغير، مش هتعرف. اللي بيعشم في نفسه كتير يا جماعة هو شخص يميل للاكتئاب، لأن كل ما تعشم في نفسك تلاقي إن نفسك دي غلبانة قوي وضعيفة قوي ومش عارف تغير فيها حاجة. من منكم يقدر أن يضيف على قامته ذراعا واحدا؟ أو انتظار الالتزام والرجولة. يعني ياما في الاجتماع ده كنت أقول لكم زمان إيه، يلا كل واحد يوعد ربنا وعد. أنا بطلت لو تلاحظ، من كتر الإحباط اللي عندي وعندك كنت أقول لكم كل واحد يقول وعد، ألاقي كل الناس اللي يقولي يا ابونا وعدت وما التزمتش. أقول ده أنا مش لوحدي بقى، ده خيبة تقيلة على الكل. فلقيت أنه لا، كفاية حكاية نوعد ربنا نوعد ربنا وكأننا يعني هنكسر الدنيا وإحنا بنعملش حاجة. فانتظار النفس ده محبط. أيوة وعدت بس ما التزمتش، ما طلعتش لمؤاخذة راجل يعني، لأن الكتاب بيقول كونوا رجالا، ده الكلام للستات والرجالة، يعني التزموا، يعني خليكوا جدعان. قلنا نسهر نسهر، قلنا نصلي نصلي، قلنا نعمل نعمل. أو انتظار التغيير. كلنا بنتناول، كلنا بنصلي مزامير، كلنا لينا أباء اعتراف، متوقع تغيير. ساعات تفاجأ بعد محاولات عدة
انه برضو الطبع غلاب، فتلاقي نفسك اتغلبت من حاجة كنت فاكر انك سبتها او بطلتها، او حاجة تكسف ما يصحش تعملها وانت خادم او انت كبير، او فتبقى محبط جدا. ما بيحصلش تغيير ولا ايه؟ هل التغيير ده بقى فكرة وهمية؟ طب ما انا لسه بتضايق زي الاول، ولسه بغير زي الاول، ولسه بكسل زي الاول. فاول نوع من الانتظار المحبط انتظار النفس، اللي هو غالبا بيجي في دماغنا بكلمة كده تغيظ اسمها ايه؟ المفروض. طبعا بتبقى بتوجع اكتر لما واحد يقولها لك، لما يقف الامين في الاتوبيس يقول المفروض ان احنا خدام، بيبقى واحد على لسانه يقول له انا ناقصك يعني، انت كمان هتقول لي المفروض، ما انا طول النهار بقول في قلبي المفروض ومش عارف اعمله، فانت كمان تقول لي المفروض. او مراتك في البيت تيجي تقول لك ايه انت خادم المفروض، تبقى انت عاوز تقول لها مش ناقصك، انا ضميري تعبني. او انت زوجة وجوزك يقول لك يعني رايحة تخدمي ومقصرة، طب ده المفروض. كل ده معناه انه الواحد محبط في نفسه. تاني نوع من الانتظار، طبعا الاحباط من النفس ده ساعات يوصل لحاجات وحشة بقى. ما تكون منتظر نفسك انتظارا انتظرت الرب، لكن لو انتظارا انتظرت نفسي ساعات تتوقف عن الجهاد. الاقي واحد بقى يقول لك ايه بطل اخدم. بطلت تخدم ليه؟ يقول لي ما فيش فايدة. فيش فايدة عن ايه؟ يقول لي ما انا لقيت نفسي كل ما اقول درس في نفس الاسبوع اعمل عكسه. مرة واحد قال لي كده، فقال لي بقى ما فيش فايدة. قلت له لا معلش، ما انت ممكن تكون بتعمل عكسه 100 مرة، بعد الدرس عملت 10 مرات، يبقى في تحسن. فلا بلاش الاحباط ده. لكن ساعات الواحد من كتر احباطه من نفسه يتوقف عن المحاولة. ما فيش فايدة بقى، أصوم ليه انقطاعي، شكلي إيه بفوت طول الوقت، خلاص بزيادة الموضوع ده. المطانيات لا، أعمل مرة وأغيب 10، خلاص نلغي البند ده. وبعدين لا، ما تتوقفش عن المحاولة، ما تسيبش الانتظار التركيز على نفسك ده يخنقك. توصل بدرجة أوحش التنازل عن المبادئ، بما أني مش بتغير ومش بتحسن ونفسي دي يعني غيظاني، خلينا بقى ايه ملخبطة بقى. فنلاقي في ناس تتنازل عن المبادئ بإحساس اليأس. اليأس ساعات يخلي الواحد يبيع ضميره بقى، يعمل حاجات ما كانش بيعملها خالص، فيدخل في حاجات أوحش من العادي لمجرد فكرة ايه، ما انا استنيت ان انا بقى كويس، مش عارفة بقى كويس، اللي هو مجموعة كده من اليأس على التذمر، على الملل، على الضجر، على القرف، على النكد، على الغيرة المرة. ساعات بقى واحد فيكم يبص للي حواليه يحس ان دول ايه، الناس دي مالها، دي كويسين قوي، ده ما فيش غيري بقى اللي خيبان بقى، ده الناس دي بتسمع الوعظة بتروح تعملها، ده انا عمال اسمع 100 وعظة ما فيش حاجة بتتغير. طبعا دي حيلة من الشيطان، لان هو لو يعرف 100 كلهم برضو يعني واقعين زيه، بس هو يتهيأ له ان كل الناس دي يعني جد قوي وحلوين قوي، فهو بالوحيد اللي فاشل وضايع. تاني نوع من الانتظار المؤذي انك تنتظر من الناس كتير. تاني الآية بتقول ايه، انا كله عشان تحفظوا الآية، انتظارا انتظرت الرب. يعني ايه؟ مش هستنى منك يا نفسي حاجة، ولا ما هستنى من الناس حاجة. طيب الانتظار من الناس، ساعات تنتظر ان اللي حواليك يهتموا بيك، وتبقى حاطط الاهتمام ده في شكل محدد، النهاردة لازم كلهم هيفتكروا انه عيد ميلادي ولازم هيبعتوا لي. فتلاقي واحد اللي افتكر تتكبس كبسة سودة، او تقول انا النهاردة غبت اكيد هيجي لي 20 تليفون من الخدمة، بعد الشر عليك انت كويس ولا حد يسأل. فبتبقى حاجة تغيظ، يعني انا منتظر اهتمام، ده احنا بنطلع بقالنا 2 سنين مع بعض نفس الخدمة. انتظار انتظار الناس، ساعات تبقى عامل حاجة حلوة متوقع بقى الناس ايه، هتقعد تمجد فيك وتهلل وتعظم وتقول لك عملتها ازاي ودينا الوصفة بقى، وتلاقي ولا خدوا بالهم اساسا. ساعات تنتظر ان الناس يعذروك، ساعات تنتظر ان الناس يسامحوك. يا
يعني ايه اتأخرت، فانت متوقع ان الناس تاخدها عادي يعني، تلاقيهم خربوا الدنيا، او تنتظر ان هم يقدروا الظروف، وتبقى انت حاسس انك عندك اعذار وحجج مقنعة، تلاقي اللي قدامك مش مقتنعين باعذارك ولا حججك، شايفينك بتتدلع، فانت منتصر. والناس دي بتحبك، دول ناس حواليك يعني، انا مش بتكلم على ناس بعيدة، لكن بتبقى حاجة تكبس كبسة، انه اللي حواليك اللي انت مستني منهم طبطبة، مستني تشجيع، مستني تقدير، مستني، بتلاقي العكس. طبعا شيء يغيظ، انتظارا انتظرت الرب، انتظار كمان الشركة والتواجد. يعني في اي لحظة حلوة او صعبة بتبقى مستني الشركة، مستني الناس تقف جنبك، بكاء مع الباكين، فرحا مع الفرحين، تلاقي نفسك في يوم مهم محدش شاركك، او لم يتواجدوا كما توقعت، ما كانوش واقفين معاك as expected، انت توقعت اكتر من كده كتير، فتلاقي نفسك متضايق. انتظار الناس بيجيب ايه بقى؟ برضو يجيب الاحباط كله، تلاقي النتيجة بقى للأسف الغيظ يتراكم والغضب يزيد، وقد تصل الى حقد، لك مش عارف تحبهم ليه. هما ما غلطوش على فكرة، بس هما مقصرين، فاهمين؟ هما، انا مش بتكلم عن ناس مؤذية، انا بتكلم عن ناس مقصرة. ما هي طبيعي كده، ما كلنا بنقصر في حق بعض، ما احنا بشر، احنا بشر ولازم هنقصر، بس اللي مستني من الناس كتير عمال ياخد على دماغه، وعمال يتضايق كل يوم ويتكبس كل يوم، ويمكن في اليوم الواحد كذا مرة. ليه؟ انت حاطط هاي اكسبكتيشنز، حاطط توقعات عالية، الناس مشغولة، والناس فهمها، والناس تعبانة، والناس ضعيفة، والناس مش ربنا، مش هيقدروا يدوك اللي انت عاوزه. انت عاوز كتير قوي، عاوز حب، وعاوز تركيز، وعاوز تسامح، وعاوز مش هتلاقي عند الناس مهما كانوا كل ده. الاحباط من الناس ساعات يزود بقى الخطايا، يخليك تقع في الإدانة، او تقول طب ما هم سألوا على فلان، ما سألوش عليا ليه؟ ما عندهم وقت للحاجات دي، مش كان الوقت ده يبقى معايا انا؟ وتبتدي بقى مخك يدخل في حتت كده بايخة تعذب بيها روحك. وطبعا ممكن ده ينعكس على العلاقات، فتلاقي اللي قدامك مش فاهم انت ليه متضايق منه. ساعات كده انت مكشر في وشه، بتتعامل بجفاء، وهو في نظر نفسه ما عملش حاجة غلط، بس هو ما عملش الصح اللي انت عاوزه، فاهمين؟ فهو مخضوض، انت مالك واخد موقف مني ليه؟ وانا غلطت في ايه؟ وطبعا انت مكسوف تقول له اصل انا كنت متوقع. ما هو الغلط عندك انت عشان متوقع، مين قال لك تتوقع كل ده؟ الاحباط من الناس لانه الناس بطبعها يا مشغولين يا محدودين. يعني ايه؟ فعلا الناس كتيرة مشغولة، والناس كده كده محدودة، محدودة حتى في محبتها، محدودة في مشاعرها، محدودة في أفكارها، محدودة في إمكانياتها في وقتها، فأنت مش ممكن هتاخد كل اللي نفسك فيه. ثالث نوع من الانتظار المحبط، الانتظار من الدنيا. في واحد بقى مش مشكلته مع نفسه قوي ولا مشكلته مع الناس، هو مش مستني الظروف تفك، مستني الشغل يتصلح، مستني الجواز يبقى سهل، مستني الأسرة تمشي طبيعية، مستني يعني مستني الدنيا تتجاوب بقى، أو منتظر إنجازات، يعني عامل شغل وبعدين لقى إنه التعب بتاعه ما جابش النتيجة اللي هو نفسه فيها. شيء يغيظ إنك منتظر إنك تنجز وبعدين، حتى في الخدمة، تصور أنت بتشتغل في منطقة بقالك سنة خدمة يعني، وبعدين في الآخر أبونا بيقول لك أنتوا الحياة تعبتوا الناس، متشكرين، مع السلامة. شيء صعب طبعا، أنت متوقع أنك بتتعب وعاوز الناس تتوب، وبتوصل كلمة ربنا، وفاكر نفسك داخل طالع خادم بيصلي وبتاع، ممكن تفاجأ بتعليق مزعج. انتظار المكافآت، مش لازم المكافآت المادية، أغلبكم ناس الفلوس مش أهم حاجة، ودي نعمة، وإن كان بعضكم برضو بينتظر مكافآت في الشغل، لكن المكافآت حتى الاجتماعية أو التقدير، يعني الشكر مثلا، العرفان، برضو حاجة تكبس أن الدنيا ما بتكافئش، الدنيا
ما بتقدرش قوي. انتظار السعادة دي طبعا بقى مشكلة، جنة بلا ماء اللي كنا بنقراها في أشعياء واحد دي، انك انت بتجتهد بتجيب فلوس، عاوز تعمل بيتك احسن حاجة، عاوز تربي عيالك، عاوز بيتك حلو، بس في نكد، في مشاكل كل يوم، الدنيا مش راضية تمشي كده سموث كده، يعني ببساطة بسلاسة، مليانة حفر كده، فانت بتبقى محبط مش عارف تقول الغلط فين. يعني اديك بتحاول والناس كويسة برضو، لكن من مشكلة المشكلة، من هم الهم. يبقى الإحباط من الدنيا ده عبارة عن مشاكل ورا بعض، هموم ورا بعض، خسائر غير متوقعة برضو. واحد يكون الدنيا ماشية وبتاعه وبيخدم، وفجأة يلاقي العربية اتسرقت، ولا العربية اتخبطت، ولا ومش عارف، تكون لسه مصلحة التلاجة تلاقي الحنفية باظت، ولا مش عارف الماسورة اتكسرت، حاجات تغيظ برضو، يعني مش ملحقين. كل ده طبيعة الدنيا كده، إحباطات، لأننا ننتظر ايه؟ مش بننتظر ربنا، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ. أين الحل؟ الحل في الفكرة دي. فاكرين الآية اللي بتقول منتظر الرب يجددون قوة، منتظر الرب يجددون قوة. نفسي أنتم وأنا نوصل دايما مش مستنيين حاجة إلا من ربنا ولا من نفسنا. عاوز أقول له يا رب مش مستني نفسي تتعدل، دي بتاعتك، اعدلني براحتك، أنا يا ما انتظرت مش راضي تعدل، ومش مستني الناس تحبني، ما هم برضو على قدهم، ومش مستني الدنيا تمشي كويس، ما مش هتبقى دنيا لو مشيت كويس، أنا مش مستني غيرك، أنت كويس، وأنت اللي فيك الحل، وأنت اللي عندك الشفاء، وأنت اللي تشبعني، وأنت اللي تفرحني، وأنت اللي تحل المشاكل، وأنت اللي تدخلني السماء في الآخر. إذن انتظارا انتظرت الرب معناها تعالوا نركز ونقول اللي قاله الكتاب، معك إيه؟ لا أريد شيئا على الأرض، مش عاوز أبص لحد غيرك، مش عاوز أستنى حاجة من حد غيرك، ولا حتى الحب، ولا حتى التقدير، ولا حتى الاهتمام، ولا التعزية من بشر، معزون متعبون كلكم، أنا عاوزك تبقى أنت الكل في الكل يا رب. تعالوا بقى ناخد كام قاعدة كده نختم بيهم قبل ما نصلي، تحت شعار انتظارا انتظرت الرب. ليه بقول لك ما تستناش نفسك استنى ربنا، او ما تستناش الناس استنى ربنا، ما تستناش الظروف استنى ربنا. ربنا الوحيد الوحيد اللي بيقبلك ودلوقتي زي ما انت. يعني اقول لكم حاجة، 70% على الاقل من الموجودين مش راضين عن نفسه، ما كانش 100%، مش قابلين نفسنا، مش قابلينها، كل واحد بيتمنى نفسه يبقى حاجة غير كده، متغاظ من روحه، ودايما عشمان بكرة هصلح واعمل. ايه رأيك ان ربنا مش متغاظ منك؟ انت فاهمه غلط، ربنا باصص لك بحب. واحد يقول لي انا ده انا بقالي اسبوع مش عارف اصلي، ايوه ستيل، مين قال لك ان ربنا عشانك منك ما مش عارف تصلي باصص لك بغيظ مثلا؟ يعني هي صلاتك هتزوده؟ لا، هو بيبص لك بحب، انت ابنه، ده هو انت صعبان عليه عشان انت متضايق متغاظ من نفسك، لكن هو بيقبلك زي ما انت ودلوقتي، مش مستني لما تبقى حاجة تاني عشان يقبلك. انت دايما مش قابل نفسك الا في صورة في خيالك، انت مش قابل نفسك الا في صورة مجازية وهمية، انما ربنا قابلك دلوقتي زي ما انت بكل العيوب بكل التقصيرات. وده مش معناه انه بيقولك خليك وحش، لا، بس بيقولك انا بحبك، نقطة نقطة، يعني ايه؟ مفيش شرط، مفيش طلب، انا بحبك بس خلاص، انت ابني وانا بحبك. الموضوع ملوش علاقة بقى كويس مش كويس، خدمت عدل ما خدمتش عدل، صليت كويس ما صليتش، في الاخر يا ابني مش فارقه كتير، انا بحبك. تاني مفهوم مهم محتاجين نراجعه، انتظارا انتظرت الرب، لان ربنا هو الوحيد اللي مش مستني منك كتير. اصارحكم يا جماعه، احنا بنطلب من نفسنا كتير، والناس بتطلب مننا كتير. انت متوقع من نفسك كتير، انت اصلك مش واخد بالك انت ضعيف قوي، فكونك متوقع من نفسك كتير لمؤاخذة انت مخشوش في روحك،
انت فاكر نفسك هتكسر الدنيا وهتغير في طبعك وهتعمل اللي ما تعملش. ما انت بقالك 60 سنة بتقول كده لسه ما خدتش بالك. بطل تنتظر من نفسك كتير، لان ربنا نفسه قدوس القديسين مش منتظر منك كتير، مش منتظر كتير. يعني ايه؟ كوباية مية بتفرق معاه. ارحمني يا رب بتفرق معاه. لما سأل بطرس بتحبني؟ قال له بحبك. خلاص بتفرق معاه. يا رب ده لسه من اسبوعين انكرك، معلش. يعني لما اقول لك بحبك خلاص؟ ايوه خلاص. ايه ده؟ امال احنا عمالين نهري وننكت ونشرح في روحنا ونخبط ونرزع؟ حبيبي انا مش مستني منك كتير، وانا مش عارفك، انا عارف اللي فيها. ما انت بني ادم وضعيف وغلط، وتوعد وتخلف وتبقى في لحظه فرحان قوي وتاني لحظه مكبوس وآخرك وحالتك حال، وبتسمع للشيطان اكتر ما بتسمع لي. ما انا عارفك، عارفك وعجنك. فربنا مش منتظر منك كتير. تاني، محدش ياخدها بطريقه مؤذيه، انه خلاص بلاش نجاهد وبلاش نحاول. اظنكم كلكم فاهميني، مش ده الغرض خالص. انا بس هي رساله رجاء، انك تبقى عارف ان ربنا بيبص لك بحب، مش مستني منك كتير. اقل محاوله منك هتفرق معاه كتير. ثالث نقطه مهمه، انتظارا انتظرت الرب، الله يشفق عليك في لحظه ياسك. لما بتكون وحش قوي، ملخبط قوي، مقصر قوي، بتبقى متغاظ من نفسك قوي، وغالبا الناس بيكملوا عليك لانه شايفينك زهقان من عيشتك وما بتعملش حاجه كويسه، فبيرزعوك كلمتين كمان على الماشي. الوحيد اللي واخد موقف عكس كده بس انت مش واخد بالك ربنا. ربنا مع المنكسر بيبقى يعني عاوز يشيله من على الارض شيل. المراه الخاطئه اللي بتبكي بحرقه على رجليه وهي مش طايقة الماضي، وسمعان التاني باصص لها بقرف وعمال يهمهم، ربنا يسوع شايفها بتحبه قوي ومبسوط بيها جدا، وقال كلام ما قالوش للقديسين: ايمانك خلصك. غريبة قوي الموقف ده. ما انت اصلك مش واخد بالك من ربنا. ربنا يشفق عليك في لحظة يأسك. لابن الدار راجع قرفان من روح، كل في دماغه: انا ايه اللي عملته ده؟ انا كنت مجنون يوم ما عملت كده؟ ازاي جرحت ابويا؟ ازاي ضيعت الفلوس؟ ازاي خربت الدنيا؟ ازاي هبص له في وشه؟ ازاي الموقف عكسي؟ ابوه اشفق عليه، ده راجع حافي عيني، ده راجع ما كلش بقاله شهرين مع الخنازير، جري عليه وحضن وعمل له وليمه. الله يشفق عليك في لحظه ياسك. عشان كده يهوذا ما فهمش ربنا. ربنا كان خايف، ربنا يسوع كان خايف على يهوذا، كان بيحبه جدا، وكان عاوز يطلع بره تركيزه على نفسه، عاوز يقول له: يا ابني لو تعرف بحبك قد ايه، لو تعرف ان كل اللي عملته ده ما يفرقش عندي خالص، يفرق عندي ترجع لي تاني، يفرق عندي تشتغل معايا تاني، حتى لو بعتني، حتى لو خنتني، ما ياما ناس هتخني انما انا كل اللي يفرحني ترجع لي. لكن يهوذا ما شافش غير نفسه، كان منتظر من نفسه كتير، كان منتظر يبقى كويس وهو مش عارف يبقى كويس، والناس انتظرت منه وهو طبعا مش عارف يبقى كويس في نظر حد. لو عرف بس المسيح باصص له ازاي ما كانش انتحر. الله اقرب لك من المقربين. انتظارا انتظرت الرب ليه؟ بص، ما تستناش الناس، استنى ربنا، لانه ربنا اقرب. انت النهارده في ناس حواليك بتبقى متضايق او تعبان عاوز تشكي، وبعدين تيجي تشكي تلاقي اللي حواليك ما صعبتش عليهم قوي، فتبقى متغاظ. طب اعمل ايه يعني؟ اقطع روحي عشان تحس ان انا تعبان؟ ما هو حبيبي انت بقى بتبهدل روحك ليه؟ ما عندك واحد بيطبطب طول الوقت وقريب قوي، قريب. انت ليه بتروح للبعيد؟ تقعد تبعت تليفونات ومسجات عشان يردوا عليك، تتكلم ويقولوا لك مشغولين، وتقول له عاوزك يقول لك مش فضيلك. الكبس ده كله، ما في واحد فاضي وقاعد فاضي ومريح بجد وبيحب بجد وبيطبطب بجد. انتظارا انتظرت الرب. ليه بتروح بعيد؟ ليه بتقعد تدور في الدنيا؟
تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. سايبين المية اللي ببلاش ومية حلوة ومية مشبعة وفي الآخر عمالين يحفروا ويعذبوا روحهم. نقطة كمان، انتظارا انتظرت الرب، الله يريدك سعيد ويريدك معه إلى الأبد. الله يريدك سعيد ويريدك معه إلى الأبد. ركزوا يا أحبائي على إرادة الله. من أجمل آيات الكتاب أو إعلاناته، امبارح كنت مع العيال الصغيرين في الخطبة فوق سوهاج وقعدت أحفظهم الآية بتاعت الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون. مهما الدنيا لخبطت في وشك ارجع افتكر الآية دي. هو ربنا عاوز إيه؟ عاوزك في السماء وعاوزك مبسوط. أي أب عاوز عياله مبسوطين، عاوزك دلوقتي فرحان وعاوزك معاه في السماء. مفيش إجابة تالتة تقريبا. طب ما هو افتكر كده. خلاص تتضايق ليه؟ لما بتتضايق أنت بتعمل عكس إرادته. قريت لفيلسوف روسي كده كلمة يقول: فقدت المسيحية قوتها حين راح الفرح من المسيحيين. فقدت المسيحية قوتها حين راح الفرح من المسيحيين. لأنه مفروض نبقى فرحانين إذا كان ربنا بيحبنا ومعانا وكتب لنا أسماءنا في السماء، مفروض ما نسيبش الدنيا تضايقنا. لكن إحنا عشان مستنيين من نفسنا ومستنيين من الناس ومستنيين من الدنيا عمالين نحزن ونتعكنن، وبالتالي ما عدناش فرحانين فما بقيناش مبشرين. الله يريدك سعيد، وبالتالي معناها انسى نفسك وما تركزش في روحك. الله يعمل داخلك. يعني ايه؟ تصور انك انت قعدت يومين مش عارف تصلي، بتفتكر بقى انه خلاص الدنيا خربت. طبعا ما حدش ياخد كلامي، انا عارفكم ما بتصدقوا، انما ايوه انت ما صليتش بقالك يومين او ما قريتش الانجيل بقالك اسبوع او غطست اسبوعين ما تناولتش او ملخبط. هو انت فاكر ده معناه ان ربنا بطل يشتغل عليك؟ لا، ده في شغل جواك برضه. ربنا بيشتغل عليك من جواك. الروح القدس لا يهدأ ولا ينام، بيشتغل عليك. فحتى لو انت كسلت ونمت هو برضه شغال. هي دي مفهوم النعمة. ربنا مش بالساهل كده هيقول لك خلاص اتفلق. لا، اتفلق دي بتاعت البشر، دي مش بتاعت ربنا ابدا. فربنا هيفضل وراك لغايه ما ترجع تصلي تاني وما حصلش حاجه. فبتدينا رجاء ان ربنا بيشتغل من جوانا، بيشتغل علينا، كمان بيشتغل في الناس اللي حوالينا. وانت فاكر انت اللي هتغير الناس؟ لا، ربنا اللي بيغير وبيشتغل في الظروف. كل الظروف محسوبة بمنتهى الدقة عشان توصلك للسماء. إذا ربنا شغال لوحده، سيب إيدك شوية بقى وسيبه يشتغل براحته. اشتغل عليك وعلى اللي حواليك وعلى الدنيا كلها. أخيرا أقول إيه؟ أنت دايما لما بتبص ورا بتتحصر. العمر راح، اليوم راح، الخدمة مش عارف إيه. الحسرة دي شغلتنا إحنا كبشر. ربنا على فكرة ما عندوش المعنى ده خالص. الله يعتبر كل يوم حياة جديدة كأنك لسه مولود، وبيبص لك بنفس بصة الأم اللي بتاخد طفلها الأول مرة تشيله كده حب، ومستني منك حياة جميلة. مش مهم امبارح مشي ازاي، ما تقعدش تتكلم على امبارح، ما بيحبش يسمع هو في امبارح. أنسى ما وراء وامتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. انتظارا انتظرت الرب. مش هتلاقي زي ربنا دايما ايجابي يقول لك خلينا في بكره، مش مهم امبارح. طب امبارح اصل يا رب، يا سيدي خلاص ما فيش امبارح، ده انسى بقى. بكره حلو، النهارده حلو، خلينا نشتغل في المفيد. يعتبر كل يوم بدايه جديده ولا ينظر للوراء. فانت كمان ما تبصش ورا كتير. لو بصيت ورا بص بس من منظور احسانات الله، قد ايه حبني وقد ايه شلني وقد ايه سطر عليا. لكن ما تقعدش تتحسر على الماضي، لأن ده غالبا بيوجع قلبك بدون فايدة. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أدعوه كل أيام حياتي.